عيشوا أحلى لحظات عاشور العاشر مع خبير السيلفي أوبو F3. أوبو كاميرا فون. واش بيك؟ وقيل نوري زاد تزوج ولا؟ بعيد الشر مولاي بعيد الشر. السكان ما فماش. واش راكي تقولي؟ بشر ربي ما يدورش والدنيا الكل مسكرة. قط ما يسعش. ورا الشعب هذا على جبل ربي يكونوا بالك بجر ما ناضخش مولاي الساعه راهي 11 كي راهي 11 مالا كيفه ورا سرطات الارض الشعب هذا ولا تبخر طلع في السماء ورا الشعب بالك يكون شهر رمضان وما ثقلالوش مولاي مازال سيدنا رمضان خمس شهور والله خمس شهور مالا كيفه ورا الشعب سرقوه خطفوه حقرونا هاي وراهم يا ربي وراهم هاي عم بالي الشعب على بالك قلبتها الدار بدار كي نقول لك قط ما يزعج قط ما يزعج كل الارض بلعتهم مولاي هو سبارتو ما لقيت حتى واحد ويلو ويلو الريحه تاعهم ماكش مولاي هيا وراه الشعب هذا مولاي حوس دار والو تقول ما صبت حتى واحد هو حوستو مليح رانا نلعبوا الغميضه هنا ولا كيفاه ها واحد ها استنى اقبلنا استنى وراك رايح يا مواطن رايح شغلي وش من شغل عندك انت بالعقل عليه وزير من فضلك نقدروا نعرفوا واش صرا لسكان المملكه وين راحوا هي انا واش دخلني وانتم ما على بالكمش سي سي على بالنا على بالنا حبينا برك نكونفيرميو معاك برك هي مالك تكونفيرمي قول لي روح قضي شغلك هيا الفهم وقعد دور غير هنا باش نسحقوك هيا الفهم هيا كر لقمان استنى نجي معاك لقمان مران تبعني نحبسوا من هذه الجهه هيا هيا شادي ما تقول لي راسي وين منا ولا منا مولاي بالك السكان تاعنا هاجروا لمملكه اخرى السكان فنياني مثل هادو واش من المملكه تقبلهم انا نقبل بهم انا نقبل بهم لو كان يرجعوا ليا برك مولاي واش تقول لو كان بعثوا حمامه كامل الممالك ما على باليش انا بالك هما يقدروا يعاونونا باش نلقاوهم ولا اسمح لي مولاي لقمان ما نقدروش المملكات الاخرين لو كان يسمعوا بنا بلا سكان يهاجمونا مولاي برك راه معروض في كاش عرس احنا رانا مقلقين وحنا في الباطل عرس عرس فتان الحمامه مع السيد احمد اقومي راك تسمع قنديل رجلاوي نعم مولاتي نهار سبقتو سكان المملكه مع باجي راك سير ما سبقتوهمش كاع لا لا مولاتي سبقنا غير لي جان هيا خلاص انا غير لاهين بهم راحوا مولاتي الحل ما رايش بهذا البساطه مملكه بلا سكان ماهيش مملكه والسلطان بلا سكان ما هو سلطان ما تزيد ليش شو تسمى أنا ما نوليش سلطانة أنا هدي قاع ما نقبلهاش
لازم تلقاو لي سكان المملكة. راكم تسمعوا؟ يا ماجين حالا ما يجي تعجبنا وكي شبونا مخبط ويبحثونا المملكة العاشورية. أنا كنت نعرف نقعد هنا وما نوليش عند عاشور. يا سكان مملكة عاشور وجه المنحوس. بتليلة مع الجسم حقاقي. مولاي دحمانوس ولد الطاووس ولد لبياروس راه يرحب بكم عنده في مملكته وراه يقولكم مالقريب اللي عاشور لعبها له ما غاديش يعاقبكم على خاطرش انتوما غاديكم. وعلى هذه مولاي دحمانوس السلطان المخير في الدنيا والعاقل والشباب والارتيس تاع كاع السلاطن. فارس هاياك تيفي خلينا مشيتها. احنا نموتوا ما نولوش عند عاشور. انا يحصل بيا منا مزغوج. مولاي دحمانوس راه يقولكم مرحبا بكم عنده وباللي غادي كاع يمد لكم باسبورات حمرين وغادي يمد لكم السكنة والخدمة واللي ماشي متزوج نزوجه. يعطيك الصحة مولاي دحمانوس. أردوسريس فيما دحمانوس أردوسريس فيما دحمانوس أردوسريس فيما دحمانوس. يعطيكم صحيتوس. عندي واحد البروجيوس تاع بنيانوس كادو المرتي دومينا حبيتكم انتوما اللي تبنوه هكذا باش تبينوا العاشور باللي الديفو فيه هو ماشي فيكم. أردوسريس فيما دحمانوس أردوسريس فيما دحمانوس. يعطيكم صحيتوس. وباش نطلع لكم شوية المورانوس عندي لكم مفاجأوس. مولاي دحمانوس هذه هده من البوني دي الشابات تاعك. عاشور عاشور تاكي غادي يسمعنا غادي ندبحنا كاع في القرديش هكا باش يتعلم يلعب مع دحمانوس. فرش فرش كيراك؟ راني غادي شخاصك نوري. انا اسمح لي بغيت نهضر مع مولاي دحمانوس باش كاش ما يطبل لي خدمه عنده. شوالا هذاك هذا بعدا عاشور عاشور غير واحد وصدم لا دحمانوس اسي صحف وانت ما تقدرش تشوف اللي معاه ياك نسيبك. لا سيبي سيبي بصح انا في الخدمه ما دخلش روحي في هاد الصوالع نوري. زيد على بالك الخدمه راها قليله. امبوسيبل فارس خليه يجوز. بن عمي ربحت غير اي باطل. بن عمي شحال تبغي تطلق الخاشي ولا نوري واش راك؟ الحمد لله مولاي دحمانوس انت نسحقك خداميوس عندي في القصر. الله يسلمك مولاي دحمانوس. حتى انا بغيت نقولها لك بس على بالك كان شحال راك تعرف شمها. ساهل فارس دخلوا القصر وتهلا فيه. امرك مولاي. توحشتهم بزاف بزاف. حتى ذوك السراقين اللي كانوا في السوق يدوروا وكانوا دايرين لومبيونس توحشتهم بزاف بزاف. كون غير يوليو برك. هني جبت لك الفيتامينات نتاعك اشربهم ملاح مولاي يحبس من التخمام هذايا. قدرتش الشبان نتاعنا ما يقدروش يصبروا على المملكه يا مولاي. يروحوا يدوروا 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 ويعاودوا يرجعوا يا مولاي. بصح انا الشعب تاعي ما نضلش يولي يا برهان. ما يوليش مولاي. باجي او جا شكون جا اللي قلب الفيستا فارس؟ ماشي كاع وقته هذا يا واش يحوس عندي انا دوكا هذا. وين على بالي مولاي يشوف معاه. كيفاش هادي ماشي وقته؟ بالك جاي يشوف اخته. جاي يشوف اخته جاي يستشفى. وي
قول له يدخل. شدوا رواحكم. مولاي عاشور العاشر، مولاتي اختي، انا فارس انسيان جنرال نسيب الملك دحمانوس والسلطان عاشور العاشر، مالغري واش صرا خال الامير لقمان. نعرفوك فارس، قلنا واش جابك. الملك دحمانوس ما راهش مسلم عليك وراه يقول لك راه ثقلك. قول والله. الملك دحمانوس قال لك باللي السكان تاع المملكه تاعك قعدهم مدلهم الناسيوناليتي ما غاديش يردهم لك. هادشي راه عنده فارس راك تشوفهم متوحشونيش. شاي توحشوك يا مولاي، راهم حاكمينها بالمساك ومدخلينها غي اون تو ستريس فيفا دحمانوس اون تو ستريس فيفا دحمانوس. قرهم بليس. مولاي الملك دحمانوس راه يقول لك باللي ما عندكش السكان، وإلا ما عندكش السكان يتسمى ما عندكش الخدامين، وإلا ما كانش الخدامين معناتها ما عندكش الزيت، وإلا ما كانش الزيت مولاي سمح لي غادي نصدمو عليك. ما تحشمش تهدد مولاي عاشور في القصر نتاعو. أنا خاطيني، أنا قالوا لي نقول نقول. كتشوفي في خوك كيف راهو يهضر. بصح هو علاش هو راه جاي هنا يدير خدمته؟ بصح كي كان هنا ما كانش يدير خدمته، ودوكا كي ولا عند دحمانوس بنت له الشطاره. ولو كان نكملوا نسمعوا الرساله نتاع دحمانوس ماشي خير؟ دحمانوس راه يقول الا راكم باغيين تردوا السكان نتاعكم لازم تبيعوا لنا الشجر تاع الزيتون. كيفاش؟ تبل هذا ولا شنو؟ مستحيل. شجر الزيتون تاهما من الدخول تاع المملكه نتاعنا، وفي رأيي يا مولاي راك تخمم باش ما تقبلش الطلب نتاعو. حتى انا خممتها قبل ما تقولها لي يا وزير. تعجبني كي تخمم قبل ما نقولها يا مولاي. شوف يا فارس، تعاود تولي منين جي وقول دحمانوس باللي عاشور العاشر راهو يقول لك باللي الشجر تاعو تاع الزيتون ما يبدلهم بحتى واحد. اما بالنسبه للديون تاعو قولوا بلي ناضى بالراسي، انا نعرف كيفاش نردهم له. مولاي انا في راي. تا واحد ما دموند عليك رايك فارس. يلا تقدر تروح. مولاتي اختي انا جبت لك الشيكولا اللي قلتي لي عليها. احنا رانا بلا شعب وانت تخمي في الشيكولا. مولاي مولاي لقمان، المشاكل يتحلوا بهدوء. مولاي عاشور العاشر، نلقاو الحلول بلا ما ندخلوا في صراع مع دحمانوس. يا وطبطب. لقمان ولدي وراك رايح؟ انا رايح نجيب السكان. هبل تمشي وحدك عند دحمانوس؟ لقمان نشاتي ميك انت عرس كولا كيتار ايمانوس لشانتي مي كانتاروس سولو رومانوس. مولاي دحمانوس اخبطتك بفلون تاع الشيكولا مخك يخرج من عقله. مولاي فلون شيكولاتوس العاشر ماشي ليا، حنا ناكلو حاجه رافينوس. مولاك دحمانوس لازمو فوندون او شوكولاتوس. ماشي مشكل مولاي دحمانوس، كاينة حاجة برك، عندك البارح كي خلصوني جاب لي ربي واقيلا نورمالمون على حساب الشوفه إلا مانيش غلط، راهم غلطوا لي في السما مولاي. وعلاش؟ ها عند عاشور، مي كانت تجيني لابي، كانت تجيني معمرة دراهم تاعك واحد، بصح عندك مدوا لي كارت واحد وشو يصرف مولاي. نورماليس نوري، راك تخلص بالدنحوس، لو كان تصرفها بدينار عاشوري تجيك شكارة، تجيك قسمة خدمة عام عند عاشور. يعطيك الصحة مولاي، فطور تاعك راه واجد، بصح كي عاد فرحتني غادي نخبطك بأتاي مخك يدوب مولاي. جراسي باجي. اه
لقط مليح يعني لقط يلقط ماشي تقول لي راني لقط يا اسمع ارفد هاول تحت هاي هي هذيك الحبه الكحله هي حبه تاع الزيتون من نهار نشوف فيها يتبعبع اسمح لي مولاي نصبح وانا نقول لك ما راناش في بزاف باش نخرج اكثر هذا واش قدرنا نخرج كاع الزيتون كاع نحيته نحيت غير هذه الكميه اللي ما تجيش ما باش لافه مع الاسف يا مولاي هذا ما يلا هذا ما يلا يا مولاي على بالك شحال يلزم بنادم باش نخرجوا الكميه اللازمه شحال بزاف يا مولاي بزاف ايه حنخرجوا المحابسيه يعاونونا وهذا ما كان الحبس راهم فارغين يا مولاي كيفاش عمل واحد خرج طريقه اللي دخلتوا الحبس وذاك وين راهم انت اللي سرحتهم يا مولاي ما كان حتى واحد ما كان حتى واحد لا لا يا مولاي اسمح لي مازال كاين جواد جواد ما لازمش يخرج من الحبس ما نسمحلوش على الغلطه اللي دارها انت ما تسمحلوش بلا نسمح له جواد يخرج انا دوك تقيسوا لاكراس نشكرك يا مولاي هذا الخير ما ننساهولكش طول حياتي واش بالمناسبه باش تقيسوا لاكراس يا مولاي يحيرني على بالك تاع الزيتون شبيه هاك ما عندناش الناس حنا باه نحو وزيد انا حاب لومبيونس انا شويه يجي دور قدامي جواد مولاي روح خرجوا روح خرجوا روح خرجوا لقط لقط انتم ما تخدموش رانا خدامين مولاي اي حقا انتم تخلصوا على الوقاف نعم مولاي ماكم مش حابين تنحيوا شويه زيتون كيما تحب مولاي انا اقول لكم الصحه راني حاب تنحيوا شويه زيتون امرك مولاي يا زيتونة وشدت للود يا زيتونة حبك راني صيد يا زيتونة يا زيتونة وشدت للود يا زيتونة حبك راني صيد حمامة حمامة واش تحق عندي رجلاوي حبيت نقولك بلي راني راح حراق عند حبيبوس هاك طولت لا ما تخافيش ما تطويش نخدمك وارت نولي لا لا غير ما توليش نولي نولي باش نتزوجو جلاوي يا عيون رجلاوي شد في هذاك الخيط خيط تاش خيط بابا بابا تاش رجلاوي ما كان والو ما تخافيش ما تعطيك بالسلو برك عميس ما تجيش قداميس ما تخشمش انت عينك مقلوبين هيا خرج من هيا سرح هيا اسمح لي مولاي السيد باش نقول لك راه جاو لي العاشور وراه باغي يشوفك ها دومينا التكتيكوس تاعك كلات قولو يدخل مالك دحمانوس مالك دومينا الامير والجنرال لقمان هيا حفطروس لا لا يعطيك الصحه ايه واش عندك تقول مع تراكم قابلين الى راك تمعني على شجره تاع الزيتون هذه غير نحيها من بالك جيت باش ندي سكان تاع المملكه تاعنا اللي راهم عندك ماشي مشكل نوري ومولاتي دومينا الامير لقمان جا باش يديكم عند عاشور شكون عاشور غير قول له ينسى احنا منا ما ناش رايحين ما رخصتنا ولا سيدي الحمد لله يعطيك الصحه يا الحركي ومرتك نوريه نسيتها نوريه راهي ليكم انا غام روحي معها هنا كاين غير ليزا البلونديت العينين خضرين لا طاي مانكين وانا قاعد نتبع فيها راني مالاد انا هكذا وهكذا مولاي دحمنوس راهم كملوا البنيان كمتم يا يا سي لقمان اروح تشوف السكان تاعكم واش قادرين يديروا بهم كي تعرفوا لهم قلت لك مولاي ما عرفوناش ندب حنا كيس وشنو هذا صافي مولاي دحمانوس خدمه خدمه
مصيبوس راهي كاع معوجد حمانوس شفتها يا اخي قلت لكم ابنيوها قباله عندكم البلان دوك نفهمك ولاد حمانوس شفت هذاك البلان ضرب شويه ريح مال خرجت هكا سي با ميشون بصح شوف دحمانيش قلت لي اروح نوري لك السكان تاعك واش تقدر دير بهم كي تعرف لهم ياك العاشوريين باش يبنوا لك حاجه قباله لازم تقول لهم يبنوها لك معوجه ما تقلقش مولاي دحمانيش مع شويه تلبس تقبض روحها هيا كابتكوس عفتوس ما تسحق حتى وحده في المملكه تاعي فهمتوا نقمان ادي السكان تاعك ما تسحقهمش نعطيك كلش نعطيك ضرب نعطيك كلش هيا برا شبيك مولاي دحمانوس ايش سيتيك هكا تجي وش بهذا يا جماعة هي ميلة شوية برك مش حاجة كبيرة كما ثبت فيها منيح ما تفيق لهاش يا جماعة ما يدوم غير الصح بيف مولاي عاشور دحمانوس هدايا ما كان والو أروع عاد مولاي أروع عاد مولاي ما يدوم غير الصح أكشور ما خصك والو يا مولاي عاشور 20 خطرة وانت تجيبني راني غير الصباح قلت لك باللي ما خصني والو بصح كنت بالك كان الحشيه تخصك حاجه مانيش عارف كثير وجهك كان نحس شغلك خصتك حاجه وحشمت تقول لي لا لا صح ما خصني والو تاكل بنان قلت لك باللي ما خصني والو والعنب لا لا صح دير لك شهريه تخليني هكا هي صاي عاشور خليه يروح خليني راسي نرحب بابك خليني انا راني لهنا راني توحشت راني حابك شويه الموفمون مع الشاب شويه مولاي السكان راهم رجعوا اكسير اسير مولاي شفت معيني مولاي لقمان جابو موجة مولاي فكرت حاجه خصتني يا روح دير الصفيحات في الحمارك راك تشوفها الفهم عاشو راك تشوف لقمان هو اللي جابهم اللي شبعت من راسها راه غير شوف شوف بيت وحشتو مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم خليتوني وحداني باللوطة شوفي بوشتي جاية من عم ميد وشعر خفيفة خبوف علي رحتو وليتو على بالي بلي توحشتوني يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي برا 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 شعل الندم والعباد الغافلين قبلك وقبلي داري 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 يا رايح عاشور وراك رايح مولاي دحمانوس درست لهياتي الهندسة أما في هذه راسي بس مولاي دحمانوس أما أنا اسمح لي أنا لا قرايا لا سيدي زكري بس غادي نقول لك تبالي الواحد كون عيش بتروحها شوية كيما هكا الله فرفرد ها فارس لو كانت تروح تغسل العواد ماشي خير هاي عفتوس حمرك مولاي وانت تبقوس Thank you.
أحلى لحظات عاشور العاشر مع خبير السيلفي أوبو F3. أوبو كاميرا فون.